في البداية كده عايزين نبدأ الموضوع معاك من الأول، من وقت بدايتك لطريق الإدمان، إمتى وإزاي؟ ده من زمان أوي. ابتديت عادي يعني بعد كنا لسه مخلصين ثانوية عامة ومسافرين بقى، وحد ابن حلال قال لنا تعالوا ننبسط ونجرب الحشيش ينفع نقول أسامي مخدرات؟ أنت تقول بقى اللي حصل معاك وبعد كده نتكلم بقى أصعبهم إيه وإزاي تعافيت منها. وجربنا الحشيش وطلع حلو ولذيذ والوقت لطيف وممتع ده كان بداية بس يعني، ده كان تصورك في البداية. احنا عايزين نتبسط بقى، عايزين نوصل لأعلى درجات الانبساط. فجربنا الحشيش وعجبنا، وجربنا البيرة والحاجات دي اللي أي حد بيبتدي بيها في الأول يعني، وعايزين نتبسط وانبسطنا. هو انت هنا المرحله دي بيكون عايز يعني تتبسط ليه، او عايز تعيش اللحظه دي ليه؟ هل الواقع بالنسبه لك كنت رافضه؟ هل كنت انا عايز برضه افهم انت ايه اللي خلاك تروح مع يعني في البدايه خالص للمشوار ده يعني، ولا مثلا اصدقاء السوق حد قال لك ما تيجي تجرب فانت الاول اوحت بعد كده ضعفت يعني؟ لا ما ايه الاسباب اللي خلتك ان انت طلقت على يعني طول فعلا تدخل في طريق الادمان، او ان انت حتى تجرب حاجات مكيفات معينه؟ عايز اتبسط، عايز اقضي وقت حلو زي اي حد اللي بيجرب حلو. اي حد بيجرب مخدرات خلي بالك في البدايه مش داخل فيها عايز يعمل دكتوراه في الادمان مثلا، هو داخل في المخدرات عشان عايز يتبسط، عايز يقضي وقت حلو، ماشي، عايز يطلع من مود معين. بدات بالحشيش زي ما قلت، لقيت انه ما بقاش مثلا يرضيك، او ما بقاش هو الكافي بالنسبه لك ان انت تبقى سعيد او مبسوط؟ في تضرر. دخلت في طرق تانية؟ طبعا. حشيش وبعدين راس ترامادول ومغيبات اللي هي الحاجات التانية، وجربنا البانجو كل انواع المخدرات تقريبا يعني جربتوها. طب هل انت كان اللي رحت للحاجات دي، ولا اصحابك كانوا هم برضو مدمنين الاشياء دي وشجعوك عليها؟ بص هي كانت يعني البدايه بتيجي من مين؟ هي فتره تجربه وكلنا عايزين نجرب، واللي يسال ما يتوهش خلي بالك يعني. اللي يسال ما يتوهش، فكلنا بنسعى ان احنا نتبسط. اللي يسال في ايه بقى؟ اتبسط ازاي؟ سمعنا يعني اللي يسال ما يتوهش يسال ان هو يتبسط ازاي؟ ولا انه يتوه يتوه ازاي؟ لا هو مش حكاية يتوه ازاي، وعايز يتبسط ازاي، عايز يوصل لاعلى درجات الانبساط. دي اول خطوه انت بتغرك او بتحس ان هي انا هتبسط، بعد كده بتكتشف انك بقى بقيت خلاص مش قادر تبطل الحاجه دي وبتدمنها، والبعض يعني الله يرحمه ممكن كمان يفقد حياته. طبعا. طيب النقطه دي مهمه قوي، يعني اكيد لفتره معينه بدات تحس ان حياتك بتنهار، مستقبلك بيضيع، أهلك بيغضبوا عليك أو بينهاروا بسبب أنه شايفين ابنهم بيتدمر من تأثير المخدرات عليه. فمن هنا بقى بدأت تدرك إمتى أنا لازم أفوق من اللي أنا فيه وأتعافى وأبطل الإدمان. تقريبا أنا كنت شغال في شغل كويس، وشغال في بنك، كنت بشرب مخدرات وكنت خاطب بعد البنك، كان معايا كذا حاجة كويسة يعني، وعلاقتي بأهلي أنا الولد الوحيد يعني والكبير، وطبعا المخدرات بقى خلتني خسرت كل الكلام ده. طبعا الخطوبة اللي أنا كنت خاطبها والبنت اللي كانت مرتبطة بيا وعشمانة إن هي في يوم من الأيام تبقى معايا، وقعدت سنين بتكافح وعمالة تشوف الوضع عمال ينزل. هي كانت عارفة؟ هي ما كانتش فاهمه في الاول يعني، كانت فاكره ان هي تفريحي زي ما اي حد في السن ده او اي والشباب كلها بتعمل الشكل ده، بيقنعوا نفسهم ان هو عادي تفريح. عادي يا عم، ده مش ادمان. وبعدين هي شايفه خسائر كتير يعني، 5 سنين في بنك وبعدين ما عملتش اي حاجه، ما بكبرش بالعكس عمال اتجازى واتحاسب ويتخصم لي وانزل ومن درجه لدرجه، وطبعا وصلوا معايا لمرحلة خلاص بقى احنا زهقنا وجبنا اخرنا، على الرغم ان انا كنت يعني شاطر جدا في الشغل. بس ما بروحش مش ملتزم، مش بروح متأخر. اشتغل بمزاجي. ما يعني المخدرات مأثرة شوية الى حد ما. ايه ده؟ البنك بتاع بابا. البنك بتاع بابا.